بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك صلاة كاملة تامة على الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عود إلى كنز الراغبين. قال الإمام المحلي: ويندب الغسل للعيد. هذه من وظائف العيد، فيندب لكل مسلم أن يغتسل في يوم العيد، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، قياسا على الجمعة. يعني ليس هناك سنة صريحة في مثل هذا، إنما القياس، حيث إنه طلب الغسل ليوم الجمعة من أجل صلاة الجمعة، من أجل اجتماع الناس، وكذلك غسل العيد طلب من أجل ذلك، وهو معني باليوم لا معني بالحضور كغسل الجمعة. فالقياس هنا ليس من كل من كل وجه، ده قياس على المشروعية، يعني سنة أو سنية غسل العيد نقيسة على سنية غسل الجمعة. طيب، إن لم يتيسر له الغسل لمانع من موانع وضع الماء على الجسد، قلة الماء، احتياجه العطش، احتياجه لشرب، ندورة الماء في المكان الذي عنده مشكلة صحية منعه الطبيب من وضع الماء على جسده فينتقل إلى التيمم، لأن الغسل إما أن يكون للعبادة وإما أن يكون للتنظيف. انتفى التنظيف لأن التراب لا تنظيف فيه، بقيت العبادة. ودليل ما رواه، وإن كان سنده ضعيف إلا أنه يعني يقوي القياس، قال: ما روى ابن ماجه عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل للعيدين، وسنده ضعيف. لكن الأصحاب لما تقرأ في الشروح يستدلون بالقياس ويستأنسون للقياس بالحديث. طيب خلاص، احنا عرفنا حكم، يبقى هذه الفقرة للحكم. بما أو متى يدخل وقته؟ قال: ويدخل وقته بنصف الليل. أول ما يدخل نصف الليل يبقى دخل وقت غسل العيدين. يعني مثلا إحنا صلينا أول أمس، بسم الله ما شاء الله، صليتوا ونزلتوا الصور بتاعتكم على طول، وكأن صلاة العيد عندكم أريدت للتصوير، أو التصوير من أجل إظهار الفرح والسرور، ماشي، مفيش مانع، تصور واخد بال حضرتك واعمل اللي أنت عايزه، مفيش مشكلة خالص. فإحنا صلينا الساعة كام؟ كان 5:34، لا 36 في القاهرة. طب هو المغرب كان على كام؟ كان على 6:30، صح؟ طيب يبقى مغرب 6:30 تبقى 11 ساعة تقريبا، 11 ساعة، يبقى أنت عندك 11 ساعة، نصف ال 11 ساعة كام؟ 5:30. ضيف 5:30 هذه على 5:36 تطلع كام؟ 5:05 10، و30 و36 هتبقى 11:06. خليها يا سيدي عشان خاطر العيد والعيدية،
والبسكويت والكحك خليها 11 و10. ماشي، ما انت مش هتربطها، يبقى 11 و10 يدخل نصف الليل. طب لو انا اغتسلت في هذا الوقت غسلي صحيح، لان هذا اول الوقت. طب والافضل؟ قالوا الافضل ان يفعله بعد الفجر. كلما، ولذلك ده الافضل كمان، كلما تقرب بالغسل من وقت الاجتماع ان كنت ستجتمع كان افضل. طب انا اغتسلت قبل الفجر، قلنا ده صحيح وجائز ولا شيء فيه. طب متى ينتهي وقته؟ قالوا يمتد وقته الى غروب الشمس. شمس ايه؟ شمس يوم عيد الفطر او عيد الاضحى. اول ما يأذن المغرب فات عليك الغسل. طب ما بيفوتش بالصلاة؟ لا، ما اريد لليوم. ده فرح باليوم، يعني ده عبارة عن مظهر ووظيفة من وظائف هذا اليوم. وفي قول، خلاص احنا كده انتهينا الى هذا، هو ده المعمول به في المذهب. هناك انتاجات فقهية اخرى اقتضتها ضرورة التخريج وضرورة الصناعة الفقهية. وفي قول يدخل وقته بالفجر كالجمعة، يعني قياسا على الجمعة، يعني كأنه هو لما قاس على الجمعة في أصل الثبوت قاس عليها كذلك في الأحكام. كما إن وقت صلاة الجمعة، كما إن وقت غسل الجمعة يبتدئ بالفجر، فكذلك غسل العيد يبتدئ بالفجر. طب افرض أنا، أصل خلي بالك لما تفكر هتجد إن الفجر الساعة كام؟ الفجر 6:30. يا لهوي، ده احنا باين علينا ما بنصليش. امال عايزين تبقوا علماء وفقهاء ازاي؟ ده انتوا ما بتصلوش ولا اولاد. 3:30. لا لا، بيقول 6:30. ده 6:30 انت شاري بيها؟ لا، انا بسأل عن وقت الاداء. 6:30 قضاء، هو ده وقته، وقت القضاء مفتوح. طيب والله طلع لنا لسان. 3:30 يبقى بيدخل ب3:30. انا بروح امتى بقى وقت الجمعه؟ الساعه 12. اوعى تكون كمان صلاه الجمعه كمان مش موجود، ما ينفعش. يعني اول طريق العلم العباده، علم مالوش عباده ومالوش صله بربنا، علم جاء خده بقى كده ومش هتنتفع بيه، هتتباهى بيه، تاخد بيه ارشينات، تكسب بيه محاضرات ووظائف، لكن مش هتكسب برضا المولى سبحانه وتعالى، ولن يدوم. فيبقى عندنا من 3:30 ل 12 مساحه واسعه للغسل. طب انا لما بغتسل للعيد بروح الصلاه الساعه كام؟ 3:30. بروح الصلاة، الصلاة بتبدأ الساعة كام؟ بتبدأ الساعة 6:50 مثلا، خلينا كده ادي ساعتين. طب ده انا ممكن باجي للمسجد الجامع الكبير من مسافة بعيدة، ممكن اخرج قبل صلاة الفجر كمان. وده اللي كان بيحصل في الرعيل الاول، ان اهل القرى اللي هم يعني كانوا بعيد عن موطن سيدنا النبي من الصلاة، كانوا يعني يذهبون مبكرين، ممكن يبقى عند صلاة الفجر بهناك. فأنت هتقول له بقى تغتسل، هيغتسل فين؟ فلابد أن يعطى مساحة واسعة حتى يغتسل، ثم بعد ذلك يذهب مبكرا. وأنت كمان بتقول له إيه؟ من السنة أن تحضر صلاة العيد مبكرا. يعني لو هتصليها في المسجد والمسجد واسع، صلي الفجر واقعد.
طب اغتسل امتى؟ واخد بالك؟ لو جاي من مكان بعيد وما عندناش سيارات، بنتكلم عن اهل الوادي اللي كانوا بيمشوا على اقدامي، يمشون على الاقدام، انتوا حضراتكم لا تركبوا طيارات. فالقضية بنتكلم على الجيل الذي نزل عليه الوحي، نزل فيه مش عليه، فيه نزل فيه الوحي، يعني جيل كان بسيط في أدوات المواصلات والاتصالات، يعني عشان يمشي ممكن يمشي له 10 20 كيلو. هيقعد يمشي قد ايه بقى؟ حضرتك لو مشيت 5 متر بتزعل وبتتصل بأوبر يكمل ال5 متر التانيين. فلا، القياس على الجمعة لا قياس يعني بعيد في من حيث الوقت، لا من حيث أصل الثبوت. ووجه الأول، ايه بقى دليل الأول اللي بيقول انه يبتدئ الوقت بنصف الليل؟ بأن أهل القرى، خلي بالك بقى قرى يعني إيه؟ حول المدينة، واخد بالك؟ يعني ممكن القرية كده لو درسنا بقى في التاريخ تبعد مثلا عن يعني نقطة المدينة 50 60 كيلو، فيمشي لها قد إيه ده؟ لأن أهل القرى الذين يسمعون النداء، لا 50 دي ما يسمعش فيها النداء، ممكن تبقى 20 ولا حاجة كبيرها، ولا 20 كيلو كمان يسمع النداء فيها، لأن أبعد من ذلك لا يسمع. يبقى سماع النداء ده إيه؟ يعني إن هو يكون في قريته ويسمع النداء، يعني الأذان من يعني المدينة، مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، المكان اللي هيصلوا فيه، يسمعون النداء يعني يسمع الأذان لو قدر أن هناك أذان في هذا الوقت. قال وجه بأن أهل القرى الذين يسمعون النداء، يسمعون النداء في صلاة الجمعة فيلبون ويذهبون، ويجب عليهم، لأن تجب الجمعة على من سمع يا مشايخ النداء، يبكرون. ما بيجيش على الساعة 5:30 بالظبط، لا ده يبكرون يعني يحضرون مبكرا. ممكن تلاقيهم على صلاة الفجر هناك، يبكرون بعد الفجر، وأحيانا لكن الأصل يبكرون بعد الفجر، يعني كأنه بيصلي، يصلي الفجر في قريته ثم ينتقل إلى مصلى العيد أو مسجد تقام فيه صلاة العيد مع الإمام. قال لصلاة العيد، يبكرون لصلاة العيد من قراهم، يعني تبكيرا مبتدئا من قراهم، يعني يحضرون مبكرا من قراهم. طيب فكر بقى كده حتى تدفع عنهم المشق، فلو لم يجوز، يعني لو لم يصح الغسل قبل الفجر لشق عليهم. هيعمل ايه بقى؟ هتخليه يغتسل بعد صلاة الفجر، وعلى ما يوصل ممكن يصل بشيء من المشق، مش هيبقى في أريحية، هيزيد في السير وهكذا. والفرق، طب والفرق ده ما بين الجمعة والعيد؟ ما احنا قلناه هي نفس الفكر. والفرق، والفرق ده بيرد به على قياس العيد على الجمعة من حيث ابتداء الوقت. معايا كده؟ قال والفرق بين العيد والجمعة، حيث جعل العيد من الفجر، حيث جعل العيد من منتصف الليل والجمعة من الفجر، تأخير صلاتها زي ما انا قلت لك كده،
ان الصلاه صلاه الجمعه متاخره، صلاه العيد متقدمه. فانت حتى لما تقول له عندك من الساعه كام في صلاه الجمعه؟ من 3:30 فجرا في مثل هذه الايام مثلا الى الساعه 12، بتدي له كام؟ بتدي له 8 ساعات ونصف، مساحه واسعه للغسل. لكن لما تيجي تقول له تعالى بقى الغسل في صلاه العيد هيبدا الساعه 5:30، الساعه 3:30، والصلاه هتقام الساعه 5:30، يبقى عنده ساعتين. طب هيمشي امتى؟ متى يذهب حتى يجلس مبكرا في المصلى او في المسجد حيثما تقام صلاه العيد؟ قال تاخير صلاتها، اللي هي الجمعه يا اولاد، يبقى الضمير عائد الى صلاه الجمعه، وتقدم صلاته اللي هي صلاه العيد. ده انت عندك كمان قول بالقول المعتمد عند الشافعيه بطلوع الفجر، بطلوع الشمس، يعني كمان عندك من 5 كمان، وايه 5:35، يعني هتقل. ده احنا بنقول على وقت الفضيله اللي هو طلوعها مع يعني يكون مقدار رمح بين الارض الى الشمس. فعلق غسله بنصف الليل تيسيرا على مصلي العيد الذي يأتي من مكان بعيد. يعني انت حضرتك هتصلي في السابع وتروح الى مثلا اكتوبر تصلي العيد، هتاخد قد ايه بقى؟ لا، يبقى لابد ان يكون لديك واسع من الزمن الذي تغتسل فيه. بعد كده قال ايه بقى؟ والاولى، دي بقى فائده، يعني اقامتها في قراهم، يعني من باب الشيء بالشيء يذكر. الاولى والافضل ان يقيمون صلاه العيد في قراهم، ويكره ذهابهم لغيرها، يكره ان هم ينتقلوا من القرى ويتركونها بلا صلاة عيد ويقيمون الشعار في مكان آخر. لا، أقم الشعار في قريتك ولا تدع قريتك بلا إظهار لشعار صلاة العيد. لأنه خلي بالك حتى احنا بنقولها إلى الآن، العيد ما هو إلا صلاة العيد. يعني جمال العيد وحلاوة العيد في شيء واحد، في الصلاة. ليه؟ لأنك تنجمع فيها على الناس، وعشان بتتصور فيه واخد بالك. فالعيد هو الصلاة. وقيل يدخل وقته بجميع الليل، يعني مفتوح أبن. بس هذا يعني لم يذكر له دليلا، لم يذكر له مدركا. طيب شوفوا لنا كده، نريد أن نبحث له عن دليل. يعني وقيل يدخل وقته بجميع الليل، اشوفوا لنا كده ايه، في حد هنا القيل ده جايبه اتى به في المغني، شوفوا لنا كده المغني، بس المغني ما استدلش. ايه؟ لا يوجد، لا يوجد القول ولا لا يوجد الدليل، لكن وقيل يجوز الغسل في جميع الليل ولم يستدل له. طب النهاية هينقل من المحلي، شوف كده في النهاية فين الولد اللي كان بيجيب النهاية، ما بقاش يجي.
فين؟ ها قول يا مولانا. مفيش. طب شوفوا لنا كده في العزيز، في العزيز شرح الوجيز. اللهم أعزنا بالإسلام. مفيش. قال إيه؟ قول لي. في انقل النقل. عند الرافعي وقال يعني محتال أن في وصل العيد يوم النحر والوقوف بعرفة بس. ما قالش يدخل وقته بجميع الليل؟ لا. وبعد ذلك ينتقل إلى سنية التطيب يعني. طب الروضة؟ آه. عندك ايه في النهاية؟ انها نقل برضك يدخل بجميع، وترك التبديل والتعليل له. هو انا في فكري انه هو بيقول ايه؟ يعني اقرب ما يستدل به ممكن، يعني بنفكر إن الغسل هنا منسوب للعيد، وإن العيد ده يدخل إيه؟ يدخل بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لما يؤذن المؤذن آخر يوم يبقى أنت عندك أصبحت فين؟ دخل العيد، يبقى دي اسمها ليلة العيد والغسل للعيد، فيبتدئ مع ابتداء العيد. والعيد بيبدأ امتى؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان. يعني كان آخر شمس يوم من رمضان كان امتى؟ كان يوم الأحد، صح كده؟ لما كنت معاك وانا يعني في الدرس الماضي. طب أذن المغرب داخل يوم العيد. طب مش احنا بنقول الغسل للعيد؟ يبقى يدخل بدخول العيد، صح كده؟ اه. زائد كده ممكن يقاس على التكبير. اه يعني انا بقول لك حاجات من فكر الفقير لعلها تكون كذلك، فان لم تكن فلم نخسر شيئا، بل كسبنا اننا حاولنا التفكير. قال ايه؟ الثاني من الليل كأذان الصبح، أم يجوز في جميع الليل كنية الصوم؟ يا سلام، كنية الصوم حلوة، وده أيضا مما كنا هنعلل به قياس على نية الصوم، اشتغل قياسا على التكبير، قياسا على نية الصوم. حلو، ايه تاني؟ اكتبوها بقى، اكتبوا الكل اللي احنا قلناه ده، واللي ما كتبش يخش ويسمع. ايه تاني؟ قال ايه ده؟ مين الاول؟ انت عمال تقول لي ده كتاب ايه ده؟ العزيز. شفت بقى بحثك انت قصر ازاي؟ عز العزيز شرح الوجيز. ها يبقى وقاسه على نية الصوم فقط، ماشي حلو. طيب بعد كده هم لعلهم لم في شروح المنهاج لم يعني يقيموا أدلة كثيرة لهذا القيل لكونه ضعيف وليس عليه العمل، لكن من باب الصناعة المذهبية لابد أن نفهم دليله ووجهه. ويندب والتطيب والتزين كالجمعة بأن يتزين بأحسن ثيابه، يعني ده من المندوبات. التطيب، تطيب يعني يا أولاد وضع الطيب، إلا طبعا إذا كانت امرأة شخص محرم لا يتطيب، أو امرأة يعني في حداد لا تتطيب، يبقى التطيب لغير محرم
وغير محدة، محدة على زوجه. يضع بقى أي نوع من أنواع الطيب للذكر بأحسن ما يجد عنده من الطيب، يبقى يبحث عن أفضل الطيب، لأن ده يوم عيد، يوم فرح، يوم سرور. والتزين، يتزين بأحسن الثياب، يتزين بأحسن الثياب التي عنده، بأن يتزين بأحسن ثيابه. طيب، وأفضلها البيض. يبحث بقى عن، إن كان عنده بقى بيض، طب إن لم يكن عنده بيض يبحث بقى عن اللون اللي قريب من الأبيض، ألوان الفاتحة. ما عنديش بيض، يعني حاول تقرب من الأفضل، البس حاجة فاتحة، ما تلبسش الأسود. الأسود فيه كده نوع من الانغلاق، من انقباض. وإن كنت أنا أحب هذا اللون حبا شديدا يعني، بس في غير العيد. إلا أن يكون غيرها أحسن. لكن افرض أنا عندي بيض والبيض دي قديمة، وعندي زي أسود جديد، أيهما أقدم؟ لا، أقدم الجديد. خد بالك، لأن الجديد في زعل، في فرح، في سرور. شوف بقى، أنت لما بتلبس كده شيء جديد بتفضل تتصور نص ساعة، من هنا صورة ومن هنا صورة ومن هنا صورة ومن هنا صورة، تفضل تتصور. أما بقى البنات لما بيلبسوا حاجة جديدة اليوم كله بيفضلوا يتصوروا أمام المرآة. قال فهو أفضل منها لا في الجمعة. يجي الجمعة بقى يقول له إيه؟ لا، الأبيض مقدم على غيره. طيب، الغسل والتطيب هل يشترط له أن يكون عازما على حضور صلاة العيد؟ قال له لا، لأنه ده لليوم، فأنت هتروح العيد مش هتروح العيد اغتسل، هتروح العيد مش هتروح العيد تطيب، هتروح العيد مش هتروح العيد أزل ظفرك، أزل الرائحة الكريهة، لأن ده كما قلنا إيه؟ يوم فرح ويوم سرور. سواء أراد حضور الصلاة أم لا، حتى وإن كان صبيا. صبي يغتسل، يبقى كله في هذا اليوم يعني يؤدي شعاره. وإزالة، ويندب إزالة الظفر. يبقى في هذا اليوم حضرتك هتعمل ايه؟ هتزيل الأظفار وتحلق شعر إبطك وتحلق شعر الإعانة وتتزين. ولذلك احنا عندنا المصريين في هذا اليوم بنعمل يعني حدث عجيب شوي. هتجد كل محلات كوافير الرجال اللي هو الحلاق منشغل إلى ما بعد صلاة الفجر، كله بقى بيذهب بقى ويحلق ويظبط. أنا أعملها امبارح مش أعملها يوم العيد يعني، واخد بالك؟ وتذيل الظفر، إلا إذا كان يريد التضحية. أمسك بقى عن إزالة الظفر إلى أن تذبح. هتذبح امتى؟ هذبح اول يوم؟ لا، ده انا الجزار بياتي الي في اليوم الثاني. امسك عن ازاله الاظفار سنه حتى ياتي لك من يقوم بالتضحيه. يعني انت بسنه بقى ان انت اللي تذبح. في بعض الناس لا يحسن ذلك، وأنا عن نفسي أفضل العيد الأضحى عن عيد الفطر وأحبه أكثر، لأنه عيد اللحم. ولكن ده قديما يعني، واخد بالك، نحبه من أجل الذكريات.
قال وسيأتي في الأضحية أن مريدها يسن له من أول شهر ذي الحجة تأخير إزالة ظفره، امسك عن إزالة الأظفار والشعر، شعر رأسك، شعر العانة، شعر امسك عن إزالة الأظفار إلى ما بعد ذبح الأضحية حتى تذبح الأضحية. فإذا ذبح قم بالإزالة. وسيأتي أيضا في الحج أنه يحرم إزالة الظفر والشعر قبل التحلل الأول. فربان هو إيه؟ حاج ولم يتحلل تحلل أول، قال له حرام عليك. تحلل الأول بيحصل باثنين من ثلاث، هنيجي إن شاء الله قريبا خلاص إحنا يعني إيه في الأيام القادمة دي إن شاء الله ممكن بقى إيه يعني نقلل من انبساط العبارة شوية لأن الكتاب خد كتير. فلو لم يكن ببدنه شعر، شوف بقى الفروع بقى بيعلمك انك تبقى ممتد التفكير، يبقى الفقه يعلم امتداد التفكير وتسلسل الصور. بناء يا اولاد، والبناء ده لن ياتيك من يوم وليله، لن ياتيك لا بالشعارات ولا بالدخول في الطرق الفلانيات ولا اي حاجه، هياتيك بالجلوس في مجالس العلم وفي سعه الاطلاع وفي القراءه يعني العميقه والتفكير المستمر. توقف عند كل تعلمنا كده من شيخنا واستاذنا الدكتور علي حفظه الله ورعاه الامام العلم المعروف، كان هذه عقليته كده الفقهيه، واخد بالك الفكر الممتد. فاحنا عايزين نربي ابنائنا على ما تربينا عليه من شيخنا وامامنا رضي الله عنه وارضاه. فلو لم يكن ببدنه شعر، فبيفرض خلاص ما راسه ما فيهاش شعر، جسمه ابيض ما فيهوش شعر خالص، ها يعمل ايه بقى؟ يمر الموس على راسه كما في الحج ام لا؟ قال فلو لم يكن ببدنه شعر فهل يسن له امرار الموسى على راسه تشبها بالحالقين ام لا؟ خلي بالك ده استدعاء، الفروع موجوده والمواقف موجوده، وده نوع من انواع الاسقاطات الفقهيه، وفي فيه نظر. يعني ده فيه تفصيل كده، هنفكر هل يا ترى نلحق او لا نلحق؟ طب لو الحقنا ما هو الداعي للالحاق؟ طب لو لم نلحق ما هو المنع من الالحاق؟ كل ده فكر يعني. خلي بالك لما تيجي تشوف بقى الشافعي، هو الشافعي مسك كده قرا على الفقه من اوله لاخره على شيخ، يعني هو بنى العقليه ثم بعد ذلك أنشأ هذه الفروع، ثم بعد ذلك جاء أصحابه أخذوا أدواته ونموا هذه التراثية التي لدى الإمام الشافعي. بصينا لقينا الأم أصبح الآن مش كتاب واحد، كتب الشافعي أصبحت ملايين الكتب بفروع يعني ما خطرت على بال الشافعي في عصر الشافعي، إلا أنها لو عرضت أمامه لأجاب عنها بملكاته، لأنه عنده المكنة اللي تشتغل، والمكنة دي ما بتحصلش إلا كما قلنا بالاستمرار في أدوات تحصيلها. أما التسرع، التسرع لا ينتج ملكة، إنما ينتج ثقافة سطحية، وده اللي احنا بنقوله من زمان، ولكن طلاب العلم لا يلتفتون، يعني يذهبون خلف الأسماء، يذهبون خلف الأشخاص، يذهبون خلف الإجازات الصماء التي لا تثبت علما ولا يعني تنفي جهلا، وما زال طلاب العلم في فتن وراء فتن. قال بل المتعين عدمه، إنه لا يمر الموس،
ليه؟ قال اصل ازاله الشعر هنا، شوف بقى الفكر، ان هو فاهم المقصود من ازاله الشعر هنا والمقصود من ازاله الشعر هناك. قال ازاله الشعر هناك عباده، وازاله الشعر هنا تنظف. فاهم الايه؟ مقصود الشارع. يعني لما اراد الشارع هناك ازاله الشعر تعبدا، الحج مبني على التعبد لله سبحانه وتعالى، وهنا مبني على التنظف. مقصد الشارع من هذا ان تتنظف. طب ما هو ما ننظفه يبقى ده تحصيل حاصل، يبقى بلاش من وبدا عبث. لان ولذلك احنا اهم عندنا نفهم مقصود الشارع من الاحكام، ها، عشان عملية الإلحاق. قال لأن إزالة الشعر ليس مطلوبا لذاته بل للتنظف. يبقى اليوم ده اسمه ايه؟ عنوان كل هذه المطلوبات انك تبقى نظيف. إن الله نظيف يحب النظافة. نظيف يعني ايه؟ يعني متنزه عن كل نقص. وأما النظافة في حقك نظافة من الوسخ الذي يعتريك ويصيب بدنك، أخذ بالك؟ فافهم، وده نوع من أنواع المشاكلة، أخذ بالك؟ نظيف يحب النظافة، فالنظافة في حقك غير النظافة في حقه. النظافة في حقه على معناها اللغة، والنظافة في حقك لأنك بني آدم تصاب بالأوساخ فيسن لك حينئذ إزالتها. ما احنا كلنا كده، لكن في ذوات بقى نزهت كذات الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. خلاص دي ايه؟ دي بعيده خالص، ما تطلعها بره القياس. وبهذا يفرق بين ما ذكر وبين المحرم اذا دخل وقت تحلله، وليس بشعره وليس براسه شعر، حيث يسن له امرار الموسى على راسه. ليه؟ قال لأن إزالة الشعر مطلوبة لذاته لأنها عبادة. بس بعد كده يسن له إزالة الرائحة الكريهة. طب احنا هنا في سؤال للمشايخ الطيبين الحلوين اللي قاعدين معانا منورين، حلو كده؟ فنيجي يقول لك دلوقتي احنا بنقول يسن الغسل، طب ما الغسل يزيل الرائحة الكريهة، فلما ذكر إزالة الرائحة الكريهة بعد الغسل والتطيب؟ انت لما بتضرب برفان، واخد بالك؟ وإزالة الشعر ما هو أيضا من باب الإيه؟ بس ده تنظف مش رائحة كريهة. أصل خلي بالك، ممكن تغتسل ولا تزال الرائحة الكريهة. ممكن ان حضرتك تتطيب ولا تزال الرائحة الكريهة. يبقى ازالة الرائحة الكريهة بان يتعاطى ما يزيله. افرض انه واكل بصل واغتسل، هيزال الرائحة؟ والبصل ايه؟ بصل ني يعني. قبل ما يروح صلاة العيد مرة على يعني عربية فول معطومية، وطبعا كان طالع من رمضان، راجل جعان بالك، فقال ما نضرب شاية فول وبصل صغير كده، بصل أخضر يعني، إذا أكلته ظهر في فمك رائحة أسوأ مما يظهر من دبرك، حاجة أسوأ مما يكون. حقيقي يعني، هي عبارة يعني شديدة ولكنها تعبر عن المقصود. فأكل البصل بقى سواء اغتسل وتطيب. طيب ماذا يصنع؟ قال له لا، قبل أن تزل الرائحة الكريهة خذ بقى ما يعالجها، اطلع بقى اضرب سنانك بالفرشة، حط مش عارف كل بان، كل مش عارف ايه، خذ أدوات تزيل الرائحة الكريهة. يبقى نقول وإزالة الرائحة الكريهة بغير الغسل وبغير التطيب.
قال هنا بقى هيتكلم عن التعميم. واحنا بعد ما نقرأ المحل بالطريقة دي خلاص تحس ان المحل اتفكك، فككناه من بعضه، يعني كان ايه معقد وداخل جوه بعضه، فكك الان تمسك كلمة كلمة تفكك. وسواء في الغسل وما بعده القاعد في بيته والخارج للصلاة. انا عايز حد منكم بقى يعرب لنا وسواء في الغسل وما بعده القاعد في بيته والخارج للصلاة. يلا امتحان صغنطوط كده ونرجع. القاعد في بيته، القاعد هنا يبقى ايه؟ مبتدأ. شو لقيت خير ده عارف حلو شغال، يبقى ده مبتدأ اهو. مبتدأ ايه؟ طب فين الخبر؟ سواء. يبقى القاعد في بيته والخارج للصلاة مستوى يا أولاد. طب في الغسل وما بعده متعلق بإيه؟ متعلق بسواء، لأن فيها معنى الفعل يستوي. يبقى القاعد في بيته ها والخارج للصلاة مستويان في الغسل وما بعده. هنا أراد، احنا بنعمل إيه بقى؟ عايزين ننمي ملكتنا العربية. خلاص؟ حلو، بس بغير نور السجاير. قال سواء في الغسل وما بعده، يعني السنن التي بعده من التطيب ومن إزالة الشعر ومن إزالة الرائعة الكريهة. القاعد في بيته، يعني يقعد في بيته، يعني لن يذهب لي صلاة العيد إما في المسجد أو المصلى. ممكن ما يصليش، يسن له هذا. ممكن أن يصلي منفردا، يسن له هذا. ممكن أن هو مش كمان يصلي منفردا، ده ممكن أن هو يصلي جماعة بأهله، أهل بيته، أولاده الصغار أو الكبار أو زوجاته أو إلى آخره. هذا حكم الرجال، ده احنا بنتكلم على كل ما مر في حكم الرجال. طب النساء حكمهم بقى عندنا في المذهب. هو دلوقتي طبعا النساء صار لهم فقه جديد، يعني ترى في المصلى ما لا تراه عينك ابدا. السيدات وضعين المكياجات ولابسين افضل الثيابات ولابسين الثياب الضيق التي يعني ليس بينها وبين اللحم يعني ذرة هواء، وحاجة عجيبة جدا. أين تذهبون؟ إيه ده؟ يعني ده يعني إحنا بنقول إحنا رايحين للصلاة مش رايحين عرض أزياء. أما النساء فيكره الحضور لذوات الجمال، سواء بقى كانت كبيرة أو صغيرة. يعني هي جميلة من شأن جمالها أن يفتن الرجال، وما تروحيش. يبقى يكره الحضور لذوات الجمال سواء تزينت أو لم تتزين. ليه؟ عايزين نبعد الفتنة عن الرجال المساكين. بقدر الإمكان يا عم الشيخ. والهيئة، يقصد بالهيئة يعني هيئة في ملبسها، لابسة بقى لبس واخد بال حضرتك ضيق، لابسة لبس ملفت، لابسة ألوان زاهية، من شأن هذه الألوان أن تجذب نظر الرجال. واخد بال حضرتك حاطة مش عارف إيه في راسها، كل دي هيئة يكره لها الحضور. ليه؟ قالوا لخوف الفتنة بها. طب ويستحب للعجائز، بس بشرط ألا تكون ذات هيئة. خلي بالك في عجائز أفضل من بنات عندها 30 سنة، يعني بيبقى عندها 60 سنة وعندما تراها أفضل في هيئتها من بنت 20 عام. واخد بالك؟ فدي بتبقى ايه؟ ذات هيئة.
ذات هيئة يعني في الملبس في التكوين، إذا نظر إليها لفتت النظر، تعلقت القلوب، لأنه ده بتاعت حكمة ربنا مش بتاعتنا، ده قدر الله في الرجل أن يتعلق بالمرأة وفي المرأة أن تتعلق بالرجل. الشرع جاء بقى حتى يقلل من هذا، يبعد هذا عن ذاك، وما بيبتعدوش، ويتنظفن بالماء، ده بغير غسل يعني. تنظف هنا معناها أنها يعني تتنظف، تغسل وشها بغير غسل إيديها، ولا يتطيبن إلا بقى إذا كان طيب لا رائحة فيه، يعني رائحته قليلة قوي لا تلفت الأنظار لو مشي جنبها حد ما يشمش، إلا لما يجلس جنبها ساعة ونص يشم الرائحة. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. عايزين تخرجوا؟ آه، ما تتطيبوش. بارك الله فيكم. طيب، وإذا خرجت بقى المرأة قالوا: فلا تلبس من الثياب ما يشتهر، يعني ما تلبس الثياب التي تجذب الأنظار، تطلع كده لابسة أصفر، طب الأصفر ده يجذب الأنظار، أحمر أخضر، لا البسي أسود عشان الدنيا تبقى سودة. بل يخرج ده في بذلة، في ثياب بذلة، يعني ثياب إيه؟ رسة، غير ملف، اللي هي الثياب بقى الايه؟ القديمة، الثياب العتيقة، الثياب المهلهلة، حتى إذا نظر إليها يعني لم يلتفت إليها أحد، في بذلتهن في ثياب، إذا عندكم إيه العبارة؟ في ثياب بذلتهن، ثياب البذلة دي يقول لك هي ثياب الخدمة، ثياب بقى الرصة دي يعني كان عندها مثلا عباية، تلبس عباية يعني زي ما بيقولوا المصريين مقيحة يعني مجيرة بحيث لا تلفت النظر، ده الكلام القديم. أما الفقه العصري دي قضية تانية، أنا بشرح مذهب حتى محدش يزعل، بس جزء منه كبير أنتوا شايفين تعليم، لكن فيجي حد يقول لك هذا التعامل مع النساء، احنا الان ما بنفتيش ولا نقرر فقها يعني يتوافق مع العصر، انما نتكلم عن شرح كتاب فقهي تراثي عشان ما حدش يعني يتكلم. ويستحب لغيرها، طب لو كانت متزوجة لابد من اذن الزوج، طب لو كان لها سيد يعني هي مملوكة لابد من اذن سيدها. طيب خلص، يلا بقى نخلص، احنا خلصنا كده الكلام على النساء والكلام على يعني احكامهن، نتكلم بعد ذلك على الصلاة في الاماكن. وفعلها بالمسجد افضل لشرفه، احنا عندنا الجماعة الشافعية بنقول لك الافضل ان تصلى العيد في المساجد حيث استوعبت المساجد المصلين، ده الافضل، ما عندناش في الساحات إلا إذا ضاقت أو ضاق المسجد عن الناس فيسن أن يخرج إلى الساحات. ليه؟ قال لأنك لما بتصلي دي صلاة العيد بتصليها فين؟ تصليها في المسجد. طيب ده المسجد ده له شرف عظيم وثواب جزيل، ليست الصلاة في الساحات والأماكن لها نفس الثواب الصلاة في المساجد، ولأن المساجد خير البقاع، أدي واحد، وأشرف البقاع، أدي اثنين، وأنظفها، طبعا ده حاجة متفق عليها من قديم القديم، من أول ما بدأت المساجد، المساجد يعتني المسلمون بنظافتها وزخرفتها وهكذا.
ولأن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة في المسجد الحرام. يقصدنا بقى الأئمة إيه؟ يعني أئمة المسلمين جيل عبر جيل عبر جيل كان من شعارهم أنهم كانوا يصلون صلاة العيد الفطر وعيد الأضحى في المسجد الحرام. والمسجد الحرام ده يعني الصلاة فيه لها يعني قيمة عن غيرها. هذا إذا اتسع المسجد الحرام، يبقى نصلي بقى في المسجد الحرام إن اتسع، والآن الحمد لله متسع، وبيت المقدس إن اتسع يصلى فيه، وإلا إن لم يتسع المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس وبقية المساجد فالصحراء أفضل. ليه؟ قال لك لأنك لو صليتها في المسجد مع العدد الكبير والعدد الكثيف هيبقى في زحام، والزحام يشوش على المصلين، والتشويش يضيع خشوع، خد بالك، والخشوع ده روح الصلاة. فصلاة بغير خشوع كطالب علم يقرأ الكتاب الكبير في محاضرتين لا قيمة له، كما إن الخشوع روح الصلاة فالدراسة بعمق روح العلم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الصحراء، بس لما صلى في الصحراء ده لضيق المسجد، خلي بالك يقول لك وقد صلى النبي، قال له لا، ما هو ده معلل وموجه بأنه صلى الله عليه وسلم إنما احتاج إلى الصلاة في الصحراء لكثرة العدد، ولأن المسجد في وقتها لن يسع كل هؤلاء المصلين، فلو صلى الإمام بهم في هذه الحالة في المسجد كانوا كثير ولم يخرج إلى الصحراء ولم يخرج إلى الساحات كره للمشقة عليهم. ليه بقى؟ لأن أنت عملت إيه بقى؟ حشرت الناس كلها مع بعض فوق بعض كده وأتعبتهم. ويندب عدم تعددها إن أمكن ذلك، يعني إن كان هناك مسجد يجمع كل المسلمين الأفضل ألا تعدد كالجمعة. وللإمام المنع من التعدد لأنه من باب المصلحة أراد أن يجمع كلمة المسلمين والمسلمين في مكان واحد، إلا إذا احتاجوا كثر العدد واحتاجنا إلى أن تقام في أكثر من مسجد يفعل. ولذلك وزارة الأوقاف لدينا في هذه الأيام تقنن هذا من أجل عدم الانتشار الذي يضيع قيمة العمل، فهذا أمر جيد. وقيل بالصحراء أفضل، يعني صلاته مطلقا بقى سواء ضاق أو مضاقش. هنا بقى ده رأي قيل لدينا أنها صلاة العيد في الصحراء أفضل من صلاتها في المساجد. أما المسجد الحرام ده خارج على هذا الرأي، المسجد الحرام مستثنى. ليه؟ هتقول لي الصلاة بره في الساحات مثل الصلاة في الحرم؟ ده الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، واخد بالك. ولذلك المسجد الحرام مستثنى على هذا القيل، لأنها الصحراء بقى ده تعليل أرفق بالراكب وغير، مكان واسع فسيح، هجيب الدابة بتاعتي واركنها، لكن أمام المسجد هركن فين؟ أو هدخل بالدابة بتاعتي وهصلي جوه المصلى، مش عارف أخش بقى المسجد، فأرفق بالراكب، يعني أنفع للراكب، أسهل للراكب، تصورها. وغير الراكب كمان، ليه؟ لأنك مش هتصلي وانت يعني مضيق عليك، لا في ساعة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها في الصحراء، ورد أصحابنا ذلك بأنه خرج إلى الصحراء لضيق المسجد حينئذ، لكن اللهم صل على النبي الآن المسجد يسع ملء آلاف مؤلفة.
إلا لعذر. يبقى هنا على هذا القيل يصلي بالصحراء أفضل من الصلاة بالمسجد إلا المسجد الحرام. أما لو كان هناك عذر، يعني إيه بقى العذر؟ في مطر، يصلي في الصحراء في المطر، طب هيتأذى المصلون، خد بالك؟ يبقى ماذا يصنع؟ صلي بالمسجد على هذا القيل. أو في ثلج، الناس هتصلي بقى وهي الثلوج كده يعني، طب ما هيتضرروا بذلك. لماذا تشق على الناس؟ والله سبحانه وتعالى قد أرسل دينه تيسيرا لخلقه، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إلا لعذر كضيق المسجد على الأول، يعني إلا إذا كان هناك عذر. ده بالنسبة بقى للقول الأول اللي هو بيقول إنك تصلي فين؟ في المساجد. إلا إذا كان هناك المسجد ضيق هتصلي في الصحراء. طب في الصحراء وفي مطرة في ثلج هتصلي في المسجد. يبقى إلا لعذر كضيق، يبقى عذر راجع للاثنين معا، راجع لي الأول وراجع للقيل. إلا لعذر كضيق المسجد على الأول، يعني على القول الأول، فتكره فيه. يبقى كان المسجد ضيق وصلى الإمام بهم في هذه الحالة وكان هناك حشود كثيرة، فإنه يكره له أن يصلي بهم في المسجد حينئذ، لما في ذلك من التضييق عليهم، لما في ذلك من التشويش عليه، بما بيصلي وهو مشوش وهو مضيق عليه بالزحام، ووجود المطر أو الثلج على الثاني اللي هو الصحراء. يبقى إذا قلنا بأن الصحراء أفضل من المساجد وكان هناك عذر يمنع من الصلاة في الصحراء، فإنه حينئذ يصلي بهم في المسجد. فلو صلى بهم في الصحراء مع وجود هذا العذر فهو مكروه لما فيه من الإضرار بالمصلين. ومن العذر وجود المطر، في مطر، مطلق المطر بقى، اختبال حضرتك مش لابد أن تكون شديدة، أو الثلج كذلك مطلق الثلج لأنه معينش، فتكره في الصحراء في هذه الحالة قياسا على كراهتها في المسجد عند ضيقه. فهمنا كده؟ حدت العبارة الحمد لله. للعلة التأذي، احنا شوشنا عليهم في الحالتين، لانه لما بيصلي وهو المطر والثلج يعني متتابع عليه لا شك انه يشوش فيضيع بذلك خشوعه. ثم قال بعد ذلك، قال في نفس السياق، قال في شرح المهذب، يبقى مين اللي قال؟ وإن لم يتقدم له مرجع إلا أنه معلوم، اللي هو الإمام النووي. ولذلك أنه قال النووي في شرحه، يعني في المجموع شرح المهذب. مهذب ده التعميم الإمام الشرازي. عن الأصحاب، يعني قال عن الأصحاب دي متعلقة بإيه؟ متعلقة بمحذوف تقديره نقلا عن الأصحاب، يعني قال قولا ناقلا له عن الأصحاب. إذا وجد مطر أو غيره وضاق المسجد الأعظم،
صلى الإمام فيه واستخلف من يصلي بباقي الناس في موضع آخر. طيب يعني إذا وجد مطر أو غيره، واخد بالك؟ يعني إحنا عندنا في غير يعني ما هو لازم مطر أو غيره ليه؟ لأنه إذا ضاق المسجد الأعظم ما نخرج للصحراء، نخرج إلى الساحات والأماكن الواسعة، قال له في مطر مانعة من أن ننتقل من المسجد الذي ضاق عن الناس إلى الساحات كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يصنع؟ قال وضاق المسجد الأعظم، أكبر مسجد يصلى فيه، ضاق عن تحمل الناس خلاص، أو هيتحملهم ولكن هيبقى مزدحم ازدحام شديد يؤدي إلى تشويش المصلين وتأذيهم، صلى فيه يعني سنة له للإمام أن يصلي في المسجد الأعظم بقدر يتحمله المسجد، ويستخلف ويوكل وينيب من يصلي ببقية الناس في مسجد آخر. يبقى ده من قبيل إيه بقى؟ يعني من قبيل التنظيم الإداري للصلاة، يعني كأنه إيه كده بيتكلم على تنظيم إداري كما نراه في عصرنا الحالي. واخد بالك؟ المسجد ده هياخد كمية معينة نصلي فيه، وهنعمل مسجد آخر ومسجد تاني وهكذا، فهذا تصرف فيه بحسب المصلحة. قال صلى الإمام فيه، أي يصلي الإمام في المسجد الأعظم، واستخلف يعني استحب له أن يستخلف من يصلي بباقي الناس في موضع آخر. طب افرض الموضع الاخر مش هيتحمل، هيستخلف واحد ثالث يصلي بجزء اخر في مكان اخر، وعلى هكذا القياس حتى بقيه عباره النووي بحيث يكون ارفق بهم. يا سلام، كل ده احنا عايزين ايه؟ نرفق بالمصلين. ها، من اما بالناس فليخفف من اجل الرفق، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نحن نريد أن نأخذ بأيدي الناس إلى الله، لا نريد أن نشق عليهم. طيب بالنسبة بقى للخطبة هيتكلم عليها بعد كده.